غنية بأشجار الزيتون. الغطاء النباتي ديال المنطقة كيضم مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية، الشيء اللي كيصنف عسل المنطقة من بين أجود أصناف العسل في البلاد. المنطقة معروفة بالعديد من المواقع السياحية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية الخلابة، حيث كيخترقها عدد كبير من الوديان والعيون. وصلنا لأزود في الصباح بكري، باقي كل شيء ساد إلا المخبزات، وهذه فرصة نمشي ونشري الخبز وفي نفس الوقت ناخذ فكرة على طريقتهم في تحضير الخبز اللي كيمزج ما بين التقليدي والعصري. راك فايق بكري اليوم؟ فايق شويه. ياك حنا خرجنا قبيله لقيناه هنايا في أزود مع الصمص ديال الصباح، باقي كل شيء ساد. معاش كتبدا توجد انت؟ كنخش ديك الخمسة ونص. خمسة ونص كتبدا؟ خمسة ونص الصباح. ايوا الناس ما تيتعطلوا في الفطور واقيلا. لا ما كيفيقوش بكري على حساب المنطقه، ما البرد شويه البرد وما كاينش لا بيت. شنو كدير؟ راك درتي الدقيق كاين لي الخميره وشويه قالوا لنا حنا الخبز ديالك بعدا كاين بحال الفرمه، بحال الخبز فيه الفرمه. زعما بلدي خبز بلدي. كدير معاه شويه ديال السنيده؟ شويه السنيده وشويه الملحه. ياك هذيك السنيده باش تعطي الحموريه والحلاوه ولا شنو؟ على حسب الطيبه، كيبقى الخبز رطب وكيجي محمر مزيان. كيجي محمر. حنا غادي ناخذو من عندك ان شاء الله شي خبيزات باش غادي نهبطو نمشيو نصيبو هذا الطاجين تما، حيت مازال الناس ما حلينش. حنا غادي نمشيو خصيصا باش نصيبو الطاجين وجينا ناخذو من عندك شويه ديال الخبز، ولكن ما فيها باس نخليكم تشوفوا الطريقه كيفاش كيعجن سيف الكريم، وانا غناخذ الخبز ونمشي. الله يعاون سيف الكريم. الله يعطيك الصحه. حتى العشيه ونعاود نرجع عندك. الحمد لله. مرحبا. سلامه. بعد ما تقديت الخبز خديت اسرع وسيله نقل باش نمشيو للشلال. المحلات والمقاهي المحيطه بالشلالات عاد كيفتحوا وكيستعدوا لاستقبال الزوار. مشاهدينا ومرحبا بكم. اكيد كتشوفوا هذه الصوره اللي ورايا عارفيننا فين حنا بطبيعه الحال، حدا شلالات أزود، هذه المنطقه السياحيه الجميله اللي الكل كيعرفها وتيحبها. حنا غادي ندوزوا اليوم النهار هنايا، غادي نساريوكم في هذه البلاد، غادي نشوفوا الناس اللي كاينين هنايا اللي كيصيبوا طويجنات، غادي نشوفوا كذلك العائلات ديال المنطقه كيفاش كيعيشوا. اكيد النهار غادي يكون ممتع، ولا بقى لنا الوقت نباتوا معاهم علاش لا، خليكم معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. كي دايرين؟ كلشي بخير. صوت لاباس. الله يلا برنامج الى زوين بالله. الله يزين ليا. بون كوراج وما يكون غير خير. توفيق. توفيق السام. توفيق السام سيدي. توفيق. في طريقنا توقفنا عند السيدة نعيمة تتوجد في الطويجنات ديال الغداء، استقبلتنا وفرحات بينا وبغات تقسم معنا سر المذاق اللذيذ ديال طويجناتها. بدات تتوجد. وهذه شنو هي؟ هذه التخليطه فيها العطريه كامله، كندير القرفه، كندير سكنجبي، كندير شويه البزار، كندير صفيفره، وكنخلطو كامل ونقراه الزمان مبقاش حيت مع الطواجن بزاف ما تقدرش تبقى شويه شويه شويه، خصني ندير بزاف الخطره. تبارك الله عليك. وبعد كاين راكم نشيطات، كل شيء فاير. الحمد لله. الدنيا نقيه. بلادنا راه بلاد السياحه، خص ضروري تفيق الواحد ينوض بكري باش يلاه يخدم. بطبيعه الحال خصنا نوضو بكري. ولكن كاينه البلاصه هكا اللي كيكونوا خدامين فيها النساء كتكون واقيله عندها واحد اللمسه خاصه. انا شفت المنيدلات هما اللي فاش كنت دايزه بانوا لي المنيدلات ضروري ضروري خصي دير لي ناب ودير سميتو طباصل ودير الكيسان. حيت ما درتيش تجري تصيبهم بيدك؟ لا الدرين اللي معايا كيصاوب داك الشيء ضروري، وانا اللي صوبتهم بيدي. انت اللي طبستيهم؟ ايوا الله يعطيك الصحه. نخليك تكملي الطويجنات ديالك انا نشوف كاش كديري. واخا لحظه. عملت اللحم مع زيت الزيتون وتخليط التوابل ديال الطاجين، غطات اللحم بالبصله
بزاف ديال البصله، وقيل هذا هو السر اللذة ديال طويجناتها. كتزيد عليه خيزو البطاطا مع مطيشه الدنجال والفلفله باش يجي على شكل لوحه كتجمع كاع الالوان اللي كتعكس جماليه المنطقه. الله يعطيك الصحة نعيمة. ربي يخليك لالا، دوزنا معك في وقت زوين وشفنا الطويجنة ديالك كيفاش كتوجديو في بلادنا. مرحبا في بلاد الزدور، بلاد السياحة، وكنشرفوا بكم. مرحبا بكم في بلادنا. الله يعطيك الصحة. وهذه الطريقة باش كنصوبوا الطاجين في الزود. الله يعطيك الصحة. خلينا لالا نعيمة وتمنينا لها التوفيق، وخلينا تكمل طويجناتها لأنه النهار تبعها طويل. الطبيعه وجو المكان والريحه ديال الطويجنات كيفتحوا الشهيه وكيخليوا الزوار دغيا كيحسوا بالجوع. الطويجنات المعروضه في المطاعم كتشابه في المنظر، ولكن مختلفه اكيد في المذاق، لان كل واحد عنده طريقته الخاصه في تحضير الطاجين. ولالا مليكه غادي توري لنا طريقتها. حنا جينا هنا عند لالا مليكه جهه الشلال، هي عندها هنايا واحد القهوه كتقدر تصاوب الطويجنات وتقدم لنا الطويجين من داك الطويجنات اللي كدير. مرحبا بك لالا مليكه. اهلا. هاد الحين اللي غادي ديال المعزي، وقال لا انا غادي نعري لانه كاين الماء ديال الشلال. ديال الشلال تيرش بحال الشتا. يلا بسم الله نشوفوا فيها شنو كدير لي. كدير اللحم ديال المعزي مع توابل الطاجين وزيت الزيتون ديال البلاد، القزبر والمعنوس، وبحال ديما البصله، ولكن بزاف ديال البصله. هي راها غادي تطلق الماء وفي نفس الوقت غادي تلدد لينا الطاجين. كتستفخي الزو وكتضيف عليه البطاطا. مطيشة دابا صافي ونقفلو عليه. الزيتون كديروا الزيتون مشرمل ولا غير حيت دابا بغيتي تدير هذا؟ بغيت سميتو تندير الزيتون. الزيتون شويه ديال الزيتون خضر، غتزيدي ربع ولا صافي؟ نزيد واحد الشويه. وغادي تزيدي شويه ديال التبزيره من الفوق؟ نعم. الشكل ديال الهرم في الطاجين شي حاجه مهمه، منين تكونوا كتصيبوا فيه خاص يكون عنده بحال هكذا، هذيك الفورما ديال البيراميد. غادي نكملوا بشويه ديال القزبر ومعدنوس صافي، وكتعاود تزيد له شويه ديال التبزيره وتخليه يطيب. شحال تقريبا الوقت تخليه يطيب؟ ساعه. لا ساعه ديال الوقت. ساعه ديال الوقت على حسب. تبارك الله عليك، انا راه جبت خبيزه ديالي، راه ما منزلين، غنتسنى الطاجين حتى يطيب باش ندوقوا نشوفوا كيف جا. الله يعطيك الصحه. الطاجين اللي وجدت لنا لالا مليكه ها هو طاب. ايوا هانتوما بصحتكم ومرحبا بكم في أزود. خليت شلالات أزود وطلعت لدوار تزروت عند لالا مليكه وستي الحسن، فين عندي موعد مع بديعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم لالا مليكه. السلام سي الحسين، كيدير لاباس؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم مولاي، كلشي بخير؟ كيدير لالا مليكه؟ لاباس. كلشي بخير هانيه؟ لاباس الحمد لله. السلام عليكم. شوف واش عندنا هنا. مرحبا مرحبا.
نهار كبير هذا. الله يسلمك. كيدايره لاباس؟ كيدايره مع الصحه؟ مرحبا بك. مرحبا مرحبا. بارك الله فيك. راه واجدك الطعام وديك الشيء اللي غادي نوجدوا ان شاء الله؟ ايه ان شاء الله. اش كدير الملك؟ راه طير تعجن. راه تتعجن الخبز اللي غنطيبو في الفران ديال امي وجبد، وان شاء الله غنوريكم حنا ان شاء الله كسكسو ديال البلاد و داك الماكله ديال التقليديه ديال عندنا حنا ديال البلاد ديال هاد البلاصه هادي. حنا دابا يا فين؟ اشنو سميتها؟ في تزروت. دوار تزروت. تزروت شنو هي؟ يعني جا فوق من اوزوت ولا تحت؟ فوق من اوزوت. هكاك الشلال جا لتحت. هنا جات الدنيا زوينه بزاف وكنحسوا بالهواء نقي. حيت جيتي الفوق هنايا. اييه ايوا لاله تبارك الله عليك. كنشكركم بعدا على الضيافه. شكرا بزاف ومن اختاريتينا تبارك الله عليك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. انا غادي نمشي نعاون لملكة واخا ونخليك انت توجدي ان شاء الله هذا الطعام اللي غادي ندوزو. واخا مرحبا. نجلس حداك الملكة. الله جلسه بنتي. جلسه مرحبا بك. خليت لاله ملكة كتعجن الخبز ومشيت نعاونها غادي نشعل ليها الفران لانه خاصو يكون سخون مزيان باش بمجرد ما كيديروا فيه الخبز كيطيب بسرعه بلا ما كيقفلوا عليه وكيخرجوه. داكشي علاش ظهر ليا كيسميوه رمي وجبد. لا ملكة واخا وغادي نمشي نخلط على بادية. واخا واخا بادية. لقيناك مجدة كاع المقادير ديال الغداء. شنو غادي تصيبي لنا في الغداء؟ نصيب لكم البلبوله بالكرداس وبالجلبانه اليابسه. تجي بحال البصاره. كتجي بحال البصاره وتسقيو بها الطعام. اي تسقي بها الطعام الفوق. وكديروها غير بجلبانه بوحدها ولا؟ لا تقدروا نديروها بالفول، تقدروا نديروها بالعدس. العدس خصو يتهرس ماشي يبقى هكذا بحال التهرمشي، وتتحيدي ليه القشره وتيطيب بحال هكا بحال جلبانه. كيكون العدس حتى الخشه. حتى الخشه. حتى الخشه تيكون مفرك محيدين ليه داك القشره الفوقانيه. حيت هنايا كتستعملوا بزاف القطنيه. اييه كديروها في الحريره وكديروها. عاود لي على داك الحريره لان حتى العدس الا هرمشتيه هكا كطحنيه دقيق وكديريه حتى هو يا الحريره. العدس تقدري ديري العدس، تقدري ديري كيكر. الكيكر حتى هو كيجي في الحريره. حنا نبقاو من بعد غادي نشوفوا يمكن وصفات اخرى هنايا في المنطقه، ولكن بغيت نشوف كيفاش كتقادي هاد الاكل الراس العين. بسم الله. دابا غادي دابا البلبله هنا موجوده، غادي نفزكوها بالماء. اييه وغادي نخليها واحد 5 دقائق. اييه عاد باش نديروها طيب. بسم الله. كتغسليها تحيدي ليها داك الصفه وداك الشيء ولا غير كتفزقيها عادي؟ لا ديجا موجوده. نعم تديها بحال الشكل ديال الكسكسو. وبالنسبه لهاد الكرداس باش معمر؟ معمر فيه الشحمه وفيه شويه من ديال الريه وشويه من العنق وملحه وصافي وميبس. والملحه وتيبسيه. كاين اللي تيدير فيه العطريه تيدير بحال الشكل ديال الخلع. نعم كاين اللي تيديرو بالملحه. غير بالملحه عادي. حنا غالبا هنا تيستعملو تيصيبو تيوجدو تيخليو حتى العاشور. باش كيتستعمل في عاشور؟ عاشور تيستعملو الكرداس هنايا. هذاك الكرداس تيبات مرطب. درناه رطبناه من البارح. ملكة عافاك ما تيكرداسين انا نرطبها الصنت. الملكة راها موجدة. موجدين من البارح حيت راه يجي مالح بزاف. الا ما رطبتش يجي مالح. نعم دابا غادي نلوحو الكرداس. كتزيد بادي على البصلة، مطيشة، الربيع، جلبانة، الزيت والعطريه ديال التسكسو. والبلبوله بطبيعه الحال راها كتفور وكطيب
حتى كتنضج. دابا مازال قدامه واحد الساعه هكاك ولا ساعه ونص عادي وجد. هي ساعه ونص بحال هكاك. صافي غادي نخليك تكمليه نرجع عندك مع 12 للغدا ان شاء الله. مرحبا. شي نخرج نتسارى شي شويه، ولكن راه العيشه قالت لي ضروري ندوز عند الدار. اه هذاك الشيء اللي قالت لي، يعني راه موجداني كنبغي نتسنى فيك. موجده لينا حتى شي شي وجده واحد الحريره ديال كيكر. اياه ديال البلاد اللي حتى هو بحال القطنيه، يعني تقدر بحال العدس. بحال القطنيه. واخا حنا غادي نشوفوه دابا، غادي نمشيو لعندها. ايوا خليناك على خير ونرجعوا انا ولا عيشه باش نجر معايا لا مليكه حتى هي نجيو نتغداو عندك ان شاء الله. الله يعاونك. يلا بسلامة. بسلامة. عائشة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كي درتي؟ لاباس بخير خليك. تبارك الله عليكم وجده كلشي. اه بغيت ندير الحريره ديال الكيكر. هو هذا كيكر اللي كتصيبي فيه؟ هذا هو كيكر. قالت لي يا قبيله بديعه كتستعملوه بزاف هنا في الماكله. كنستعملوه بزاف. لا اللي كيستعمل كيستعمله حتى في رمضان. كيشربوه حتى في رمضان الحريره في رمضان. يكون البرد هكا كيديروها بزاف في الصباح وقت البرد هكا هو سخون شويه. وكيفاش كيفاش كتوجدوا؟ حيت هو كيكون هكا مكركب شويه بحال مربع، داير بحال الشكل ديال العدس، ولكن نتوما كتستعملوا هكذا بحال الدقيق. اه بحال الدقيق كنرفلوها في هذاك الصليح، حنا كنقولوا اسلف الحياه. اييه وكنطحنوا في الرحام. في الرحام وعاد كنغربلوه وكندير ليها بحال هكا باش يتنقى. وعاد كنطحن عاوتاني فرحه باش كيولي الدقيق. اه كيولي الدقيق عاد كنصوبو بها الحريره هكاك. ولكن هو قلتي راه تيتقلى، كتقليوه من قبل تيتقلى وعاد باش كيتهرش يتهرمش حيد له قشره وكيولي تطحن بحال هكا باش كيولي الدقيق. وتا العدس كديروا له نفس الحاجه. نفس الحاجه غير العدس ما كتقليوهش. لا ما كنقليوهش. واخا لا يلا بسم الله. حنا ها هو عندنا كيكر واجد. نشوفوا الحريره اللي كديروا بهذا هاد القطنيه هادي. بسم الله باش غتبداي؟ بسم الله كندير مطيشه. البصله كندير شويه د الربيع، كزبر المهنس. بسم الله كندير شويه د العدس. عاد كندير الملحه، شويه د سكنجبير، خرقوم، الكمون، والبزار، الزيت البلدية، دابا ملي تطيب كدوريها ب كندورها بالدقيق. الدقيق ديال الكيكه. واخا بسم الله. شحال كديري الماء هو الاول؟ اه كندير الماء هو الاول باش ما يسخنينا في هاد السلافه. بسم الله. كيكون دابا العدس طاب عاد كان يدار فيه التدويره ديال الكيكر. غادي تجمعوه وتخليه بحال الحسوه. ياك تقلو شي شويه. تقلو شي شويه عاد كان وكيتحط غير بوحدو ولا نديرو معاه الزيت البلديه؟ لا كيتحط غير بوحدو. كيتحط غير بوحدو. تبارك الله عليك. كاتب حنا غادي نخليوه هكذا حتى كيطيب وغادي نمشيو نرجعو عند بديعه. شتي عرفتي شنو وجدتنا؟ راه قالت لك اكيد عرفتي شنو وجدتها. شنو وجدتنا؟ وجدتنا الطعام. تمشي معايا؟ واخا. يلا بدي عسقت البلبولة بالمرقة ديال الجلبانة يابسة والكرداس. البنة ديال هاد الطبق من ألد ما يكون، وكنظن أن هذا عنده علاقة بالماء العذب ديال البلاد.
من بعد الغداء خرجت نتمشى في الجنانات ديال الزيتون وتلاقيت مع العيالات ديال الدوار كيجنيو. مشيت نعاونهم وفي نفس الوقت نستغل الفرصة باش نسولهم شنو كيديروا بيه. دابا هذا نحيدو دابا من الشجرة. إيه. وتنحيدو له العظم. إيه. لا لا وتاني تنديرو به المشخوق. لا بغيتو ديال الطاجين. لا بغيتاني عرفتو تاني بالحجرة تياكلو به الخبز. ونديرو له الملحة. العظم بالماكينة. بالماكينة. كتحيدو له العظم بالماكينة بحال كان معسوبة الثومة. إيه. بحال هاديك. باش نحيدو له العظم. ودابا شمن وقيتها تتخرجوا تجنيو في الصباح ولا في العشية؟ في الصباح. الصباح حتى العشية. تبارك الله عليكم. وهذا الاخر اللي راه تامر شنو كتسميوه داك اللي كحل باقي في الشجرة كحل؟ الزيتون. داك الزيتون غير الزيتون الكحل. تنصوبو به ثاني هذاك ثاني بحال دابا داك الزيتون الكحل بحال تنقولوا حنايا مطمر بالشلحة. شنو تقولوا؟ تنقولوا حنايا مطمر بالشلحة. مطمر. اه مطمر. اي مطمر بالشلحة. اي مطمر حيت تامر. اه حيت تامر طايب مزيان. ايه طيب هو ماشي اخضر. ايه هكاك. تنديروا في الخنشة ونعصروا في الحجر. كديروا في الخنجة وكتقلوا عليه بالحجرة بالحجرة تايتيب وتنديروا ليه الملحة يمشي منه داك الماء ديال المرجان وكديروا له الملحة من بعد ايوه هو مزيان حتى تغسليه وتتحطيه في الطفاش اللي بغا ياكل مرحبا بيه ايوا هادشي راه زوين حيت هاد الزيتون هكا ديالو لقيته ديالو ومنين كتقادوه دابا في لقيته ديالو كتستافدوا منه في هاد البرد ديروا منه طويجنات تنزلوا مع البصارة مثلا كلشي ولا حويجات بحال هكا الا جاو عندكم شي ضياف بحالي مرحبا بكم مرحبا بكم الله يبارك فيكم ونتعاون معاكم ونكمل معاكم الجمال ونمشي معاكم وناخذ واحد شويه ديال التاي واخا مرحبا بكم رانا شنعين يلا بالي نجمعوا شي شويه دوزت العشيه كامله في الجنان ونسيت راسي خليت الناس كيتسناو فينا على العشاء الحريره حامضه بالعدس مدوره بالدقيق ديال الكيكر اللي وجدت لينا عيشه جارت بديعه لذيذه بزاف عجبك الجو هنا عجبك كلشي هنا كان الجو زوين من كتهبط للشلال في اوزود لتحت يعني واخا كتكون معيان ولا كتكون خاطرك ماشي وهذاك كتبقى تسمع هذاك الماء كيهبط بالجد كيخليك تحس بواحد الراحة هكا يعني مزيان من بعد الطبيعة زوينة الهواء الثرمية مزيان خلاص جينا لهنا اللي عجبني بزاف هما الناس طبيعة أكيد زوينة ولكن الناس أجمل اللي نقولوا ما كتعرفي البلاصة كتكون زينة بمواليها شكرا بزاف وكذلك كاع داك الحوايج اللي شفت كيفاش كتعيشوا كيفاش الحياة صعيبة الحياة صعيبة والعيالات هنا تخدموا بزاف 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 ماشي معناته الرجال ما كيخدموش حتى ما كيخدموا ولكن العيالات تبارك الله نشيطات وكيخدموا بزاف فعلا وصافي هادشي اللي كاين كان نهار زوين ايوا خليك ترتاحي مزيان حنا نكملوا العشاء ديالنا ديال الحريرة يلاه ترتاحي راك تكون عييتي بارك الله فيك شكرا بكري باش نكملوا جولتنا في الاطلس الكبير وكيف ديما ما كنسخاوش نودعوا الناس اللي استقبلونا وقضينا معاهم اوقات ممتعه تقاسموا معنا وبكل كرم داكشي اللي عندهم على هذا الفطور هذا غادي نودع لملكه وسي الحسين ولبديعه تنشكرهم بزاف ونودعكم حتى نتوما ونشكركم على حسن التتبع وان شاء الله نتلاقاو فرصه اخرى باذن الله في منطقه اخرى الى اللقاء طاقم شهيوات بلادي كيودعكم وكيعطيكم موعد الأسبوع القادم